اي واش الحبايب، صافا عليكم، هانيين كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو. طز جاب الله غلط. المهم الحبايب، صافا عليكم، هانيين كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد، في ماشي تحديات ماشي مقالب، الفيديو لعبه جديده. اولا بعدا قبل ما نبدا الفيديو بغيت نوضح لكم واحد اللعيب على الفيديو اللي قبل. كنقرا في كومونتير بزاف الناس كيقول لي لا كاليتي ناقصه كذا، هادي داك الفيديو راه ماشي حنا اللي حنا عن اساس فلوغ، هذاك غير ستوري ديال الانستغرام. لي ستوري ديال الانستغرام هزيناهم وحطيناهم على شكل فيديو باش نشاركوا معكم حياتنا وداكشي، اما حنا راه ماشي من الاول فيلمينا على اساس حنا غادي نحطوه في يوتيوب. غير باش نقول لكم حيتاش لا بليبار ديال الفان ديالنا من عندهم غير يوتيوب، عندهمش انستغرام. داكشي علاش كنحطوا لكم داكشي في يوتيوب، هذوك غير ستوري ديال الانستغرام كنحطوا، هزيتهم من الانستغرام وحطيتهم في يوتيوب وصافي. المهم الحباب، هذا الفيديو هذا اللي ما مخالفش على الفيديوهات اللي قبل، هذا الفيديو اللي هو على شكل لعبه فيها مري شنو فيها واحد الحاجه عزيزه على مريم. هذا الفيديو في الفيديو مخصص للقص، كله ماكله هذا الفيديو غادي يكون. المهم الفيديو اللي هو المهم الحباب، ما نطولش عليكم، نشرح لكم الفيديو اللي هو غادي نتسابق انا ومريم في الماكله. غادي نحط لي انا يا الماكله ديالي وحط هي الماكله ديالها، الماكله من الدار يعني ما تبداش من الزنقه، وغادي نشوفوا شكون اللي غادي يتسابق. اللي سبق غادي يخلص على الاخر في ريستو، غادي يخرجوا لا ريستو والله ما نعقل عليك علاش معول غير الربع. المهم غادي غنحط لي انايا واحد اللعيبات ناكلهم، غنجيب لكم غنوريهم لكم، وتا هي غتاكل واحد اللعيبات، واللي سبق غادي يخلص عليه الاخر في ريستو غدا ولا سناك لا ريستو، متفقين؟ اتس مهم كيف ما ديجا قال لكم علي، غادي نديرو الماكله. المهم جبنا واحد جوج حوايج عزاز علينا، ياك جبنا بريوه ديال الحوت. عرفتي هاد البريوه؟ بلاش عرفتي هاد البريوه مصايبه من الخوادريه، بريوه ديال الحوت مصايبه من الخوادريه، قادينه وملاهي هي ما كلاش فيهم بزاف يا راجل، حنا قادينه وملاهي والناس اي واحد عزيز البريوه ديال الحوت عرفتي صاعتهم. المهم غنشوفوا شكون اللي غادي ياكل البريوه بالزربه، ياك شكون غادي يكمل الاول. اللي يكمل الاول غادي يتعرض اللي سال هاد الجوج الاولين هو اللي غادي بحال مثلا ساليتهم انا. علاش انت ديما كتقول مثلا براسك؟ مثلا حيت انا عارف راسي كاين عليك. شوف انا كناكل اكثر منك. مثلا ساليتهم انا غديني تخلص عليا في ريستو، ماشي سناك ريستو، كنعاود ناكد ريستو. وين ربحت؟ اين ربحت انا عندك الريستو ماشي اصلا ما تربحيش، فمي كبير تفمك صغيوه. عرفتي مريم دايره واحد القسم موج داير بحال هكا، كاين موج داير بحال هكا صافي نبداو. اوكي المهم كنعتذروا، درنا شي حركه غير اراديه. في قضيه فيها الفلوس فيها الزربه، خاص واحد دغيا خاصني دغيا ناكل. المهم قول لي دابا في الماكله خاصنا نصرطوه كامل. المهم هادشي خوا دونك واخا، المهم الكاس هادي خوا واخا يبقى الفم معامر ياك. لقيت واحد التقنيه اش بيني التقنيه ديالك انت كيديري. انتم في الفيديو غتشوفوا. المهم غادي نبداو صافي، حط حيدي قولي له حط حيدي. واحد جوج، هبطي ديك بحال هكا، هبطي ديك بحال هكا عالي. واحد خايفة. جوج ثلاثة في يوتيوب اش كيبقى تحكر عليها يا خويا، ما تقوليش ربحتك سالينا سالينا بلاتي. علاش؟ حيت انا كبر منك، راه ضروري خاصني نكون انا بلاتي بلاتي. دابا المشكل حيت انا داير لي باك، غنعاودو لا ما غنعاودوش صافي ربحتك بلاتي. الناس اللي دايرين لي باك راه غادي يعرفوا بلي عندهم الماكله صعيبه. وعلاش خاطر معايا من الاول؟ انا ما نتحملش ما نتحملش قوله، غندخل ليها وغناكل اللي بغيت وغتخلص سدات مدام. يلا هي على عيش الراجل. ايوا بلات واش الناس اللي دايره لي باك راك عارفين كتلقاو صعوبه في الماكله. وما تخافش معايا سيدي في الاول، واش نسحم غوله ماشي مشكل، من اكزاس غير في هذاك ماشي مشكل، خاصني اللي بغيت نتلاقاو في الزنقه نتلاقاو في الزنقه عندك. مريم فرحانه شنو فرحة اليوم نهاري نهاري كتزوجي ما كرهتش يمشي معايا وحق الله العظيم ما نفع. عاد ندخل السناك ندخل واحد السناك كم مساعدة عيطت لصاحبي حيت هو اللي عارف هاد البلاصة بزاف، قلت لها هو زكريا، قلت لي شوف لي شي ريستو تكون على قد ياك مريم، قلت لي شوف لي شي سناك ماشي ريستو. وهانتوما عندنا شي واحد يكون شوية ياك
بينات البنات السوشي 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 المهم نوصلوا ونديروا لكم تمايا لا فيديو. وحنا دابا كنتسناو في كنتسناو في الطاكسي ما جاش مريم الطاكسي لا نشوف حالات ها هو زيد شد شد ما لقيناش طاكسي وحنا دابا غادي على الجلينة مالك دابا هي حت غليظه كتبغي تمشي بالشويه زكريا راه فاتنا وهي انا مازال غادي معها بالشويه طابو زي حاولي دير التنحيف تعافي شويه تعافتي المشكله كناكل اكثر منك كناكل اكثر منه وهي كتغلاض وانا كنبقى جاي لي بشويه على هيا عويطه غادي عويطه ويلا بالي انا ري عرفتي دخلنا عشي واحد جهه ديال الريستو غير لي ريستو ديال لي ريستو مريم جاك الجوع غير مندمت حيت حكمت عليها ياك بعدا عيات في الطريق اخويا زكريا ما كان بالك هذا الريستو هذا هو اللي انا ما عرفتش باش نشوف خساري شي حاجه تشبد الفلوس في الامر لا ما ضاعش فينا امر عرفتي شحال وانا كنجمع فيهم شحال وانا كنجمع فيهم في الاخر انا نحطهم واحد في الاخر غادي نحطهم شي مريم اختاري شي حاجه رخيصه والله حتى مريم شنو اختاريتي؟ شوف عافاك اختاري شي حاجه تكون على قد جيبي الله يحفظك وزكريا زكريا خلص على راسه زكريا المهم تصاري شي حاجه مريم بيني وبينك بالرجوله ما تفوتيش شي 10 درهم كاين فرماج يا بولي يا بيانداش انا بيانداش عرفتي كيهضر بالفرنسي ما فهمت والو مريم بغيتك تاكلي فيه السم ياك ها هو البلا انا غيوجد لي داك دابا مريم هو مريم الله تحشم عليك هادشي كامل شوف 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 الضياع طول قرب لي شي حد محشومش عليك دابا هادشي خلاص هادشي كامل ما تستاهليش الله ما تستاهليش عار لي هادو انت عار لي هادو باش تعرفوا مريم مولفة التغماس هانتوما كتاخذ داك الخبز العيش كدير فيه صوص افوكا ولي الحمد لله انا ماشي من داك الشيء المشكله باقي عندها بالمناسبه نوريكم علاش شنو خديت هذا كان فيه كروفيت كليت كروفيت كامل اللي كان فيهم هذه لونتري تجي زوينه هادي ديال زكريا هادي مقاش سميتها لونطري هادي ديال زكريا زكريا في العياقة كلموها شوية مالك زكريا على هاد العياقة تحرم خليو برستيج فين هو شغل البرستيج شغل البرستيج ها الفريج حتى عطاك ربعة الحبات دخلت معايا نتوما شوفوا رزقي كيتكال خلص لوالديك عرفتي من كيفاش عرفتي ندمت اش لعبت معاك والله يسلمك ويني غنلعب معاك انا تناولي انتظر و عرفتي كيفاش كتاكل عرفتي كتاكل بواحد الطريقه جاهله عرفتي مريم والله تاني مأكد كون كنتي لي مخلصه ما غتخليش هادشي كامل هنايا علاش دابا كليتي الفريش وخليتي هذا بلاتي بيني وبينك كنتي مخلصه كنتي غت لا ما داويش عليك لا داوينا على ما زلت انا كليت غير خمسه كرات شي كامله يا دابا شي بعد دابا كتسني في ديسير قلت لك لا باش تخلصوا ما مقدش علاش مريم ساليتي ديس تشيز كيك العلبه ومضا حتى هو غادي يخلصوا تعرفش لي بلا كامل غادي تنزلزل هاديك شوف شد عليا شد عليا واخا ما درتش شي حاجه اللي تستاهل واحد الله الصراحه التخاطير مع مريم خايب ندبت انا الدبده بلاش ياك نهار شريت السروال شنو؟ نهار شريت السروال ورا السروال انا شريت الكريحه ومال السماء
شوفو كي داير اشوف ملك الموت ديما كنقول لك مكتبال ملك الموت مريم عواشق عواشق لاحظت كنت ناخذ عاصق و تي تاكلي كلشي علاش انت عواشق ايوا كتشرب بيا الماء ما عرف اخبارك انا اللي خاصني نشرب الماء ماشي انت راه انا اللي خاصني ندوز داكشي اللي غادي نخلص ندوزو بزغيمة الماء الناس كيهضموا بالماء حيد التليفون القضية فائنة اري التليفون اري ندور الكاميرا اري الواتساب نور الكاميرا اش خرجتي فلوسي يا فلوسي ورزقي فلوسي صحا خلصنا زكريا خويا انت ما تقولش تما فلوسي اري طلعي بلاش غادي نتقاسم النص بالنص طلعي اري 500 درهم اري فلوسي مشات لي تصعيبات عماله طالع فلوسي مشات لي وكيما شي مشكل الراجل والكلمه انا درت معاه كلمه واني درت الحكمه ديالي الحباب كنتمنى يكون عجبكم لا فيديو وخلوا لينا الالعاب عجبني عجبك انت واللعاب اللي بغيتوني ندير انا وياه الالعاب ولا الحكيم كتبوا لي في لي كومونتير وبغيت نقول لكم عاوتاني بلي كنقرا جميع لي كومونتير تواصلوا معنا على حساب خلوني ندوي تواصلوا معنا على حساب الفيسبوك والانستغرام كنخلي لكم ديما في اخر التصويره فيسبوك هنا والانستغرام هنا بغيت نقول لكم بلي كنبغيكم بزاف والله ياخذ فيك امري من الحق الله يحفظك لبلاتي الحباب باقي ما سالاش الفيديو المهم عافاكم بغيت نقول لكم راه الفيديو الجاي غادي يكون عشك المقلب داكشي علاش كتبوا لي المقالب اللي بغيتوني ندير لمريم كتبوا لي في لي كومونتير حتى تحت مريم ما كتشوفش هاد لي فيديو ديال اليوتيوب كنورى الفيديو قبل ما نحطه وانا باين ما نوراش هاد المقطع الاخر المهم المقاطع الاخر المقالب اللي بغيتوني ندير لها كتبوا لي لتحت في لي كومونتير عاونوني وعاوتاني بغيت نقول لكم كنبغيكم بزاف دابا عاد بيس